وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على العالم إلا أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين مستمرة في عملها المتمثل في إقرار العديد من القوانين والتشريعات خدمة للوطن والمواطن. طبعا لا شك بأن إحنا يعني من بداية أزمة كورونا إحنا كسلطة تشريعية واجهنا تحدي كبير، وخصوصا في بداية خصوصا في الدور الثاني، وطبعا مع استمرار هذه الجائحة التحدي راح يستمر. إحنا طبعا رغم التحدي اللي يعني بسبب هذه الجائحة واللي واجهتها السلطة التشريعية يعني، وطبعا هذا الجائحة يعني يمكن أثرها انصبت على كل الأصعدة، ولكن بالنسبة لنا إحنا كسلطة تشريعية يعني حرصنا رغم هذه الظروف إن إحنا نقر القوانين والتشريعات اللي في مصلحة الوطن والمواطن، وكان أهمها طبعا التأمين ضد قانون التأمين ضد التعطل، وهذا القانون لا زال يعني أثاره المثمرة بالنسبة للوطن والمواطن مستمرة، وخصوصا إن هذا ساعد الدولة على تنفيذ حزمة من التدابير على الصعيد الاقتصادي. هناك كثير من القوانين ايضا اللي كانت مهمه في ظل هذه الجائحه، منها طبعا قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وقانون الاجراءات الجنائيه واللي دعموا التحول الرقمي في اجراءات التقاضي، وحزمه طبعا من المشاريع والاقتراحات والقوانين.